اللي حنا نحب عليها. اكيد جينا على اساس وان ما نهزم، وهذا الهدف نتاعنا، ولا الحمد لله ما شاء الله نقدر نواصل في نفس النهج نتاعنا. واشكر اللاعبين الحقيقه على العطاء الكبير اللي من عطاوه رغم الرطوبه الموجوده، من على مستوى الخمس دقائق الاخيره بعد التعادل. اكيد مسمى اللاعبين حاولوا انهم يخفضوا الريتم نتاع المباراه، وهذا اللي حصل عشان يحافظوا على النتيجه. ومن بالنسبه لنا احنا نتعادل مع الاهلي اكيد يرضينا، خاصة في المناف مناف الحالة الفنية اللي يمر بها الأهلي. والله بالعكس، احنا بالنسبه لنا احنا معنا برناوي ماناك عارفينه كويس، واحنا ماناك حاولنا وان نسد ثغره ما شفنا اللي ما سبت لنا مشاكل. معنا بالعكس بنزول برناوي معناها ادى كما ينبغي، ومعناها والثغره سديناها. الوجود نتاعو الحقيقه معناها ايجابي جدا بالنسبه لنا. والله لا بالعكس، هو تو الاهلي الحقيقه حتى معناها الدكه نتاعهم كلهم لاعبين معناها الواليين، واللي معناها نزل اكيد معتز من اللاعبين معناها المميزين. وبالعكس هو لما ينزل معتز على مستوى هو المحور المتاخر اكيد بيعطي اضافه كبيره، وهذا اللي يحصل معناها لما نزل معتز الحقيقه اعطاه اضافه كبيره، خاصه معناها في الدعم الهجومي. وهذا ليش احنا حاولنا وانه مثلا ننزل لاعب اللي يقف قدامه. والمشكله نتاعنا اللي يمكن ما نجحنا فيه وانه الخطوط نتاعنا كانت شوي متباعده في بعض الفترات نتاع المباراه. No, co k tomu dodat? No, čekali jsme, nebo určitě jsme soupeře měli přečtenýho, víme, jakým způsobem hraje, že je to urputné bránění a hraje na rychlej protiútok, případně na standardní situace. أكيد عرفنا شو بنتظرنا من مباراة قوية، كنا عارفين طريقة لعب الفتح يعتمد على الطريقة الدفاعية والهجمات المرتدة السريعة للأمام. Samozřejmě, že jsme se upozorňovali na to, že nebezpeční hráči, jo, Doris, Elton a tak dále, no, ty dvě branky, které jsme dostali od Dorise, tak si myslím, že byly, jo, zaviněný díky naší nedůslednosti v 16, protože tam jsme prostě mu dopřáli ten prostor a dokázal to strestat. أكيد حتى نبهنا اللاعبين على اللاعبين الخطيرين عندهم دوريس إلتون. الهدفين اللي سجلهم ديروس كانت عبارة عن أخطاء ما ضغطنا عليه، تركنا له مساحات منطقة ال 18 استطاع منها أنه يسجل أهداف. Jsme dvakrát dokázali zareagovat, jo, jsme za stavu 1-0, za stavu 2-1 pro soupeře, jo, se schopili, navíc jsme to otočili, věřil jsem tomu, že ten zápas zvládneme do konce a že ho vyhrajeme. Bohužel Elton zase prokázal svoje kvality, že je to velice nebezpečný hráč a to skoro srovná. استطعنا ان نعدل النتيجه في مناسبتين بمناسبه 1-0 و2-1، في الاخير استطعنا ان نقلب النتيجه الى فوز، لكن يعني التون بنهايه تقريبا المباراه بين امكانياته انه لاعب ممتاز، فاستطاع انه يعني من تسديده من خارج منطقه 18 سجل هدف التعادل. لا سري جي سوبر في podstatě byl 100% v proměňování těch nebezpečných situací, jo, 100% efektivní a samozřejmě mě to mrzí, že jsme o to vítězství přišli a že jsme soupeři mohli připravit první porážku soutěže. يعني اكيد مثل ما شفنا انه فريق الفتح تحصل على ثلاث فرص استطاع منهم يسجل اهداف، يؤسفنا انه ما استطعناش انه نحقق اول فوز على الفتح خلال الدوري، وهذا اللي صار في المباراه.